اي كيفاش لا اي أيوة لا انا نقطه الاستفهام الوحيده عندي في الماتش مستير هو علاش ما عاونناش على بريمه كمهاجم صريح يعطيك الصح عليه مهاجم عنده تو 3 ولا 4 سنين في الترجي التونسي لاعب منتخب اوست قاعد يقدم في مباريات ممتازه مع المنتخب شفت نشوفوا احنا اللاج نتاع اللي جوار الاخرين في الاوروب 18 19 19 20 خويا سيف سامحني 16 يلعب في دورتموند ماتش صحيح صحيح سي موجي علاش مش بريمه كان موجود في ماتش مستير اتاكو عنده 3 سنين في السينيور تو صحيح كان الخميس تضرب يلعب بارفوا كان تضرب بسيط ما يلعبش كان تضرب حتى جي ديما الملاعب هذاك بريمه مش موجود ديما في التشكيله بوركو با علاش خليه السينيور مال مش يعطيه شوف سامحني يا سيف هذه المشكله اللي تحكي فيها اللي تري امبورطون خاصه في الفوتبول في تونس هي لوداسيتي الجرأه نتاع ستاف تكنيك انه يجي يدخل ملاعبي صغير ثم ملاعبي راه مغول على جد دو 18 ans ديجا حتى الفيزيك نتاعو معناها كمل ديفلوبمون فيزيك هو ذا اللي كان فوزي بنزرتي داز الصغار في تونس افكتيفمون احنا نتذكر عام 95 وقت اللي جا فوزي بنزرتي هو اللي طلع حاتم طرابلسي وهو اللي بدل له البوسطه نتاعو من 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 ريلي رجع على الدروا هذه كانوا دا سيتي اللي تخليك تنجم تصنع ملاعب 17 ans امين التيفي وكي مشى للاسبيرونس ولعب في الاسبيرونس لعبوه عمره 17 سنه علي الزيتوني علي الزيتوني برشا ملاعبيه معناها خليه يعطيه شانس نتاعو بريما عنده 3 4 سنين سينيور صحيح يلزمك عامله لين تخليه مع الجروب يقعد مع الملاعبيه الكبار يستانس شويه ياخذ شويه اكسبيريونس اي فازي بوركوا با وسيف خويا اسلام سامحني خويا سيف قطعت لك على الكلام اللي فاتك اغرب تخلي الجوار هذا 3 شهور 4 شهور ما يلعبش علاش ومن بعد كي تلعب وتحبوا رجل مطافي هو الدنيا شعلت لازم يطفيها انت جوار دو تون زون تون تعرف كيفاش تدخله في دورتموند لعب جوار مركز زبونتو مانشستر يونايتد جوار عمره 17 سنه مركز زبونتو قعد رومبلاسون 3 ماتشات ومن بعد عاودوا لعبوه برا شوف انسو فاتي في برشلونه اليوم خذا نمره 10 نتاع ميسي اليوم احنا قاعدين ثم ناس يقول لك قاعدين نكونوا في ملاعبيه قاعدين تحطموا في الناس تحطموا في الملاعبيه ماكمش قاعدين تكونوا فيهم اليوم لان اليوم وقلت انا مره يلا يا دو تروازون قلت لهم راه كي نشوف انا في حومتي قداش من ولايه صغير ما عندهمش لا يمشيوا لا يقراوا ولا حتى شيء قلت يا 100 ميل انفون باراني اليوم يغادروا المكتب او طلع 102000 اليوم يلزمك تلقى حاجه وتلقى ان سوليوشن افيك سبور ايتود ويترن يقرا الصباح ويترن العشيه اذا كان ما يقراش الصباح ما بالكدا ما يترناش العشيه وتفكرني بليدات انا بور تو بروبليم ان سوليوشن اليوم قاعدين نهمشوا في كورتنا قاعدين نهمشوا في اولادنا اللي انا ما فماش الشخص المناسب في المكان المناسب باي فاضل التاريخين حتى حكينا شويه قبل هيك ليسبيرونس تفوق على السي اس اس سواء مقابلات المواجهات المباشره والا حتى في السوبر السي اس اس مع كل اللي عندها العقده نتاع ماتش السوبر ما هزتش حتى تيتر نجم نشوفه اليوم يعني عنده محل من الاعراب العامل هذا معناه ينجم يكون مؤثر بون اذا كانت تقول لي ثم عقده نتاع الترجي مثلا اذا كان نمشي بيك الفينال نتاع كاس تونس بالعكس النادي الراضي الصفاقسي تقابلت هي والترجي 3 مناسبات كان النادي الراضي الصفاقسي هز التيتر مرتين والترجي هزت مره 2004 النادي الراضي الصفاقسي و71 وعام 98 كان الترجي هو اللي هز التيتر دونك لهنا في الفينال شوف زوج جمعيات كبار كما قلت لك انا معناها في الديبيو تاع ليميسيون اسلام راهي لي ديتاي هما اللي باش يبدلوا معناها النتيجه نتاع المباراه فهمت دونك كما نذكروا يمكن فينال 2004 ما نعرفش انت سيف موجود انت وقت معناها نادر هذا الفيرس وقتاش ماركه في معناها في الاكسترا تايم معناها البيريود الاولى لا البوتو الاول هيك القمانديه ضربت في الديفونسور نتاع الترجي معناها ديتاي صغير بدل لك الماتش اسلام دونك هنا ما فماش انا خاصه في ماتشوات الكوب هذوما الماتش معناها مش ما فيش نفس نتاع البطوله انا من معناها ثم هذاك اللي يقول لك هذا معناها مقابله كاس الشارم نتاعها خاطر تنجم توا مثلا اذا كانت تفرجوا احنا مانشستر يونايتد لا تي اليميني في بلادها في الكوب في الانجلتير شو اسمه ايفرتون طيحتها كوينز بارك رينجر في معناها في الديفيزيون 2 والاخرى الديفيزيون ا ايفرتون معناها ثم الجمعيات الكبار في الانجلتير كما قلت لك انا في ناد اسلام مو سهل اليوم لا على الترجي اللي تمر بظروف خايبه برشا ولا على نادي الراضي الصفاقسي نادي الراضي الصفاقسي اليوم معناه ان بلو لو دروا باش يراتي فينال سوبر كوب خاطر هذا التيتر وحيد في تونس اللي ينقص الخزينه نتاعو وكيف كيف الترجي كما قال سيف معناه ما عندوش الحق باش يخسر الفينال الثاني سيكسيسيفمون في نفس الاسبوع اذا كان خسر الترجي مشكله كبيره وكيف كيف النادي الصفاقسي باش نعطي تشكيله
حتم الترجي في الماتش هذا معز بن شريفيه، خليل شمام، بلال شبار، عبد القادر بدران ثلاثي في محور الدفاع باش يكونوا، بن حميد على اليسار ايضا باش يكون موجود، رشيد العرفاوي باش يكون هو على الجهه اليمين موجود، ايضا غيلان الشعلالي، محمد ادي برمضان، منتصر التريكي، ايولا، وكذلك بيرسيوس بوا. الملاحظ في التشكيله باش نسالك انت سيف خاصه، ثلاثه في محور الدفاع، شنو ناخذ رايك في الحكايه هذه؟ باش ناخذ رايك كيف كيف رشيد العرفاوي على الجهه اليمين. أوكي. واهم الملاحظات ايضا ثلاثه من اللاعبيه اول مره باش يكونوا موجودين، نحكي على منتصر التريكي كيف كيف، ايولا وبلال شبار اول مره اساسيين، هل عنده تاثير في مقابل الحجم هذا؟ ثلاثه نقاط ما بين جاوبين عليهم. النقطه الاولى التشكيل الشيما التكتيك ثلاثي في محور الدفاع 3-5-2. انا عندي بريسك شهر من شهر ونص اللي بدا راديج عادي، اللي بدا حتى اللي ماتش ميكو مشيت كنت موجود مع حاضر في البارك في ماتش سليمان ماتش الاميكال، كان حق معناه الشيما تكتيك هو 3-5-2 برائد الفادع على اليمين وشتي ولا بن حميده على اليسار، فهمت؟ البارتيت الكل بريسك اللي ماتش ميكو الكل لعبهم ب 3-5-2. كنت متفاجئ على حق معناه في ماتش مستير، كنت متفاجئ كنت فاهم معاك مسيرة سيف في النقطة هذه. فقط هو حدا التشكيلة المحتملة اعطيناها قبل الماتش فيها ثلاثة في المحور، يبدو أن إصابة اليعقوبي آخر لحظة خلته يبدل، خاصة مع إصابة الفادع في ماتش مستير، في الماتش اللي فات ماتش مستير على ذلك خلته يبدل يعقوبي. لا يعقوبي نجم، علاش اليوم يعقوبي تضرب في اللي شاف موعد؟ اي علاش لقى اليوم التشكيلة أخرى؟ أنا قلت لك ما عندوش يعقوبي وقتها وتو اليوم عنده لاعب، اليوم عنده يعقوب تغلب يعقوب ياخذ لحظه، عنده بدران وكان عنده شمام وعنده شبار هكا، ولا كان نجم يلعب في الوسط، يمكن خاف من شبار. لا ها تو فوالا كما كنا نحكيو سي ابراهيم، معناها فوالا لازم نلعبوا لي جون نتاعنا 3-5-2. تفرجت انا فيه الماتش حق، معناها شيما جديده الاسبيرونس ما كناش نلعبوا بها في تونس، بريسك ثم جمعيه ولا اثنين تلعب في الشيما هذا 3-5-2 صعيبه برشا سي فري، لازم عندك ليكسونتري يمين ويسار لازم يخدموا خدمه كبيره سورتو في ملو تيران وفي ريبلي ديفونسيف، معناها برشا خدمه فيها. هنا نصور تشكيله ما فماش دي سوربريز ابار معز بن شريفيه، فاروق بن مصطفى لاعب منتخب، لاعب تيتولير في المنتخب فاروق بن مصطفى. انت رايك بن مصطفى اجدر؟ لا هما لزوز صحيح النيفو لزوز متقاربين، لكن كي نشوفوا المورال ونشوفوا الملاعب اللي يشد في الكيب ناسيونال والبريمي جاردان في الكيب ناسيونال لازم يكون هو البريمي في الترجي ولا في حتى جمعيه اخرى. معنا تصور انه دوزيام جاردان اللي هو في بن سعيد في مستير، ما نصورش كان يمشي المستير يشد دوزيام جاردان هكا ولا سيمونجي، معناها هذا اللي الحاجه الوحيده ابار سا، معناها نفس الجروب ومش يلعب بريسك، ثم ما فماش برشا اختيار العرفاوي على الجهه اليمين باش يكون صوت الجو، ما عندوش شوال المسكين كما قلنا ما ينجمش، مسكين خاطر عنده 4 سنين مسكين، كل ما يلعب في بلاصته كل ما يلعب في البوست نتاعو يلقى روحه، لكن كل ما قاتو الاسبيرونس في البوست هذيك كومارير دروا يعدي ماتشوه وينجم النيفو نتاعو ينجم يخرج ماتشوه كما نقولوا. ابار سا لي زيترونجي جدد اليوم نجمو نعرفوا، اليوم نجمو نشوفوا اسكو نجم يعطيونا من الماتش الاول ولا نقعد نستناه ونشجعوا كي العاده. منتصر تريكي وشبان شبان معاهم كيف شبان، انا نحب انا مع شبان، وانا نحب ميم حتى تقول لي سيتياسيون وترجي وتيتر وكذا ما يسالش، تخسر تيتر وانا نربح زوز ثلاثه من لاعبيه ما يسالش، انا كان حد بيتي يكون معاهم. سامحني سيمونجي سامحني سيف، تو جاني مساج حتى من عند عصام مرداسي قال لك في الكوره في تونس فزدت برشا، معناها تو قاعد يحكي معايا قال لك مش حتى الملاعبيه اللي يتحطموا دي زونترونور قاعدين يتحطموا، تو ولينا في تونس زونترونور يعمل بريباراسيون على ماتشات وديه معناها يتنحى، وشفناها في اكثر من جمعيه معناها ماهيش اكسبسيون في اربع جمعيات ولا اربع جمعيات، معناها لونترونور ينتحى فاز بريباراسيون ومعناها يجي معناها المسؤول يتحكم في لونترونور كيما يحب هو يمشيه كي الخاتم في صبعه يا ما يرضاش عليه وينحيه، فما بالك الملاعبيه اللي يجوا. هنا سامحني المسؤول مش مسؤول عندي انا، معناها انت تو تجيب لونترونور وتعطيه الثقه نتاعك وتقول له شنو نعمل بريباراسيون في الميكرو سايب شنو نعمل، تجيب لونترونور كيما عصام اكزومبل يجي ياخذ بريباراسيون يحضر خدمته يجيب ملاعبيته يلعب ماتش ميكال الاول ماتش ميكال الثاني يخرج. اسكو المسؤول هذا راضي على روحه هو؟ معناها برشا فما برشا ديجا حتى رجيجي اذا كان حكينا احنا خذينا الاكزومبل نتاع عصام معناها عملت بريباراسيون مزيانه تعمل كيف؟ مقابلات الوديه تقريبا فاز في 9 ولا معناها 15 مباراه فاز في 9 يمكن قال لي خاسر مع 3 جمعيات والجمعيات هذوما اللي خسر معاهم في الكلاسمون خير منه، وحتى النادي راهي صفاقس يلعب لها صفاقس وربحها واحد بلاش لازم نعرفوا بريباراسيون هذه فين خساره فين ربح فين نول فين اللي جونش تلعبوهم
فما لي شيما تكتيك نحب نبدا نحكيو على المونتاليتي نتاع الكره في تونس. شفت لوداسيتي نتاع لي جون جوار هذيا ما عندناش. تو انت كان تشوف برشلونه تو غافي الوليد بالدي لارير جوش غافي لي في الوسط معناها عندهم لعبيه هذوما تو تيتولير في البريمير ايكيب ثلاثه ولا الاربعه ملاعبيه معاهم بيدري تحت 18 سنه 18 فما اقل في تونس. احنا كان تلقى ملاعبي واحد في ايكيب تحت 18 ولا حتى 18 سنه سي ديجا ان اكسبلور. صحيح.